فيلمنا بيبدأ بنيكول وهو بيجيب هدية لوالدة خطيبته، وبتكون عزماه في البيت عندها عشان تعرفه أكتر، وهم أغنية جدا. وبيروح لهم البيت وبتسأله والده شغال فين، وبيقول لها شغال موظف في السكة الحديد. ووالدتي ربت منزل وقالت له إن ريني قالت لي إنك هتشتغل في أمريكا. قال لها فعلا هروح بس لما أهلي يوافقوا. وبعدها بيستأذن منها إن هو يروح يجيب والده من محطة القطر، وفعلا بيروح يجيب والده وبيكون هيدي للشيال فلوس، بس والده بيقول له ده شغله ما تدلوش حاجة. قال له طب اديله مانجيتين، والده راح منقي المانجا المفعصة وراح مديها له. وبعدها بيروحوا البيت ونيكول عايش مع والده ووالدته مع أخوه صغير وجدته عايشة معاهم. وبعدها جدته بتفضل تغلط في والدته وبتكلم والده وبتقول له انت اتجوزت شطانه، كل اللي بتعمله بتفضل تاكله بس، لكن انا ابني زي الفل وابني عمره ما بيغلط. ووالد نيكول اسمه جيبو وبيقول لها انا هروح اصالحها، وفعلا بيدخل يصالحها وبيقول لها ما تزعليش من والدتي، انت عارفه ان هي ست كبيره. وبيقول لها انا مش بحب اشوفك زعلانه، انت عارفه انك شكلك حلو قوي النهارده. وبعديها بخمس اشهر نيكول بيقرب من ريني اكتر وبيكونوا خلاص هيتخطبوا، بس والدته بتتعب وبتكون في المستشفى. وبعدها بيروحوا المستشفى عشان يطمنوا عليها، ووالده بيجي لهم على المستشفى. وبعدها بيخش عشان يطمن على زوجته وكلهم بيبصوا له بصات غريبه وبيقولوا له مبروك المدام حامل. وبيخرج وبيقول لابنه انت ممكن تمشي دلوقتي وانا هجيب والدتك واجع البيت. والدكاتره بيقولوا له ان عشان اكتشفنا الحمل متاخر فصعب جدا ننزل الطفل دلوقتي وممكن يكون في خطر على الام. وبعدها بيروحوا البيت ونيكول واخوه جلال بيكونوا قلقانين جدا على والدتهم، ووالده ما بيكونش عارف يقول لهم ايه. وبعدها بيقول لهم احنا منتظرين الايام اللي جايه، ضيف هيكون غالي علينا جدا. وجلال بيقول له انا مش هسيب اوضه الحمل. قال له هو ضيف صغير ما تقلقش. والواد يا عيني ما كانش فاهم حاجه، ونيكول فهم وما كانش عارف يعمل ايه وما كانش عارف ازاي اصلا. وبعديها بياخد اخوه بيفهمه وبيضربه وبيقول له عاد تقول لي عاوز اوضه لوحدي، عاوز اوضه لوحدي، وسبت ابوك وامك في اوضه لوحدهم، ادي النتيجه. وجيتو راح يكلم والدته وكان بيدعك لها رجليها وبيقول لها انا عاوز اقول لك خبر حلو، انا مراتي حامل. وهي بتقول له ربنا قادر على كل شيء وما تزعلش نفسك، وهو بيكون فرحان ان هي ما زعلتش، بس للاسف ما كانتش لابسه السماعه عشان تسمعه. وتاني يوم نيكول كان عمال يبص لوالده ووالده ما كانش عاوز يبص له حتى. وبعدها جده نيكول قالت لوالدته بابلي روقي الشقه، وجيبه اتدخل وقال لها انا حكيت لك بالليل مش هينفع تعمل كده. وقالت له حكيت لي ايه انا ما كنت سامع حاجه. قال لها بابلي. قالت له مالها. قال لها بنتوقع حاجه. قالت له بتتوقعوا ايه. قال لها بابلي حامل. قالت له مراتك حامل من تاني، انا كنت بكلم نيكول وبقول له مش هموت غير لما اشوف عيالك، تقوم مراتك واخده الكلام ومطبقاه، انا كنت بكلمه هو مش هي، وانا لما اجي اكلمك تقول لي ما عنديش وقت وعندك وقت للحاجات ديت، وانا دلوقتي فهمت، دايما تقول لي رجلي وجعاني وركبي وجعاني، عامل زي ابوك بالظبط. وبعديها بابلي بتزعل وبتسيب لهم البيت وبيجري وراها بسرعه عشان يصالحها، وبيقول لها ما تزعليش من والدتي، انت عارفه ان هي ست كبيره واعصابها تعباها. وبيقول لها انت عارفه ان انا بحبك جدا ومش عاوزك تزعلي منها، انت عارفه انك شكلك حلو قوي النهارده. قالت له تاني واحنا في العربيه. وبعدها بتقول له لف وارجع البيت، والدتك ليها دواء دلوقتي لازم تاخده. ووالدته في البيت عماله تكلم نفسها وصوتها عالي جدا ومسمعه الجيران، وبتقول لهم ما سمعتوش في الصحافه وفي تنظيم الاسره ان هما طفلين بس كفايه، ده حتى الرئيس قال عليهم. وصوتها كان عالي جدا والجيران كلهم سمعوا. وتاني يوم والده جيبو بتعرف العيله كلها ان مرات جيبو حامل، وجيبو بيكون رايح الشغل بتاعه والجيران كلهم بيسلموا عليه وبيقولوا له ازيك يا بطل. ولما بيروح الشغل الناس كلهم بيسلموا عليه وبيقولوا ازيك يا بطل. واصحاب نيكول بيعرفوا ان والدته حامل وبيحطوا له لزقه على العربيه بتاعته. وخطيبه نيكول بتحاول تتواصل معاه وهو مش عاوز يكلمها، حتى اصحابه بيحاولوا يكلموه وهو بيتهرب منهم ومش عاوز يكلم حد لانه حاسس بالعار من اللي حصل. وبعديها ريني بتجيله البيت وبتسلم على اهله، ونيكول بياخدها وبينزلوا بسرعه. وبعديها بتقوله انت ما بتردش عليا ومش عاوز تكلمني، لو انت مش عاوزنا نكمل مع بعض عرفني. قال لها صدقيني انا عندي مشاكل مش هينفع احكي لك عليها. قالت له لو بتحبني هتحكي لي. قال لها ماما. قالت له مالها. قال لها حامل. وهي فضلت تضحك عليه
وهو زعل جدا انها بتستخف بمشكلته، وبيروح البيت وهو بيكون عصبي جدا وزعلان من اللي حصل. ووالدته بتقول له حط لك تاكل، وبيقول لها انتوا مش مكسوفين من نفسكم؟ انتوا جبتوا لنا العار باللي انتوا عملتوه. وبعديها بيمشي وبيسيبهم وهما بيكونوا زعلانين جدا على ابنهم. وبعديها بيقابل ريني وبتقول له الموضوع ما يستاهلش اللي انت عامله، والدك ووالدتك بيحبوا بعض جدا. قال لها طب حطي نفسك مكاني، لو امك حامله تعملي ايه؟ قالت له هتكون مشكله اكبر لان انا ابويا ميت. وبعديها بيوصلها البيت وبتقول له عيد ميلاد والدتي بكره وهتكون في حفله وعاوزاك تيجي. وفعلا تاني يوم بيروح الحفله وبيقابل والده ريني وبيسلم عليها وبيحضر معاهم الحفله. وبعد ما الحفله بتخلص نيكول بيروح البيت، وريني بتعرف والدتها ان والده نيكول حامل. ووالدتها بتتخض جدا، وريني بتقول لها ان الموضوع مش كبير. ووالدتها بتقول لها انتوا كنتوا مخططين انكم تسافروا امريكا، لكن دلوقتي استحاله تقدروا تسافروا، نيكول هيكون عليه ضغط كبير جدا، والده كمان كام سنه هيطلع على المعاش، والطفل اللي هيجي هيكون مسؤوليه نيكول وهو اللي هيصرف عليه، وهيكون عنده مسؤوليات كبيره جدا. العيله ديت عباره عن سيرك، وانا مش عاوز اشتري تذكره فيه، انا بخاف عليكي والموضوع هيكون صعب عليكي جدا. وبعديها نيكول بيدخل وبيكون نسي التليفون بتاعه، وبيقول لوالدة ريني انا غصب عني سمعتي كنت بتتكلمي على عيلتي، احنا فعلا عيلة عاملة زي السيرك بس بنحب بعض فعلا، ولو السفر هيبعدني عن عيلتي هفضل قاعد هنا ومش هسافر، انا ممكن اكون قصرت معاهم لكن هم اهلي وهفضل احبهم، والطفل اللي هيجي دوت هيكون اخويا او اختي. وبعديها بيمشي وبيسيبها، وريني بتيجي وراه وبتقول له انت لازم تعتذر لوالدتي على الكلام اللي قلته. قال لها هي اللي غلطت في اهلي. قالت له هي بتكلمني انا وبتحذرني من المستقبل بتاعي، لازم تدخل تعتذر لها لالا مش هعرفك تاني. وهو قال لها انا مش هقدر اعتذر. وبعدها بيروح البيت وبيقابل والدته وبتقول له حط لك تاكل، وبيحضنها وبيعتذر لها على كل اللي عمله. وبعدها بيعتذر لوالده، ووالده بيقبل اعتذاره. وجدتهم بتقول لهم عشان تعرفوا ان والدكم بيحبكم جدا. ونيكول بيقول لها انت عارفة هو شبهك بالظبط، الفرق اللي بينك وبينه الشنب. وجدته قالت له بس والدك ما عندوش شنب. قال لها بس انت عندك يا ابيض يا جميل. وفضلوا يهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، ونيكول اخيرا اتقبل ان يكون عنده اخ جديد. ووالدته كانت بتسأله عن ريني، وهو عرفها ان هو ما بقاش يقابلها، وبيكون زعلان جدا ان هو ما بيكلمهاش. وبيشوفوا بعض في الشركة اللي هم شغالين فيها، وبيكونوا زي الأغراب وما بيكلموش بعض خالص، بس بيكونوا بيحبوا بعض جدا. ووالدته بتقوله انت لازم تروح تصالح والدتها، المشكلة عندنا مش عندهم، انت غلطت انك كلمتها كده ولازم تروح تعتذر. وفعلا نيكول بيروح لوالدتها وبيعتذر لها على كل الكلام اللي قاله، وبيقول لها مش شرط اكون مع ريني بس انا اسف جدا على كل كلمة قلتها لي، احنا من طبقة متوسطة واهلي طيبين جدا، ممكن تكوني مش شايفانا على حقيقتنا بس احنا فعلا ناس بسيطة جدا. وبيقدم لها دعوة عشان تيجي يوم ولادة اخوه. وبالليل ريني كون قاعدة بتاكل مع والدتها وبتقول لها ان نيكول جالي النهاردة واعتذر لي، وهو فعلا شخص كويس جدا وانا عاوزاك تسامحيه. وهي بتكون مبسوطة جدا وبتجري عشان تكلمه، بس والدته بتكون هتولد بدري، وهو بياخدها وبيجري بيها بسرعة على المستشفى. وريني بتروح لهم البيت وبتعرف ان هم راحوا على المستشفى، ولما بيوصلوا المستشفى بيكونوا لازم يعملوا لها عملية ولادة قيصري لان سنها كبير وصعب جدا تولد ولادة طبيعية. ونيكول بيكون واقف مستني والدته، وريني بتجيله عشان تقف معاه. وبعديها بيجيلهم ويقولوا لهم العملية نجحت، وبيدخلوا يطمنوا على بابلي. وبعديها بيجي الطفل وبتكون بنت زي القمر، وبيكونوا فرحانين بيها جدا، وبيصوروا صورة مع بنتهم الجديدة. والجدة بتقول لجيبو احنا لسه في المستشفى، لو في عملية تعملها عشان ما نجيش هنا السنة اللي جاي اعملها. وكلهم بيضحكوا. وبعدها بسنتين اخت نيكول بتكبر، ونيكول بيتجوز ريني. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.